السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نروح على طول لاول فقرة معانا. عايز اتكلم عن نادي الزمالك ومجاملات الحكام لنادي الزمالك. للاسف الشديد في ظل ما احنا متربعين على صدارة جدول الترتيب بفارق شاسع عن نادي الزمالك، ولكن هناك مجاملات فجة لصالح نادي الزمالك، سواء كان الموسم ده او الموسمين اللي فاتوا اللي كسبهم نادي الزمالك. احنا بنتكلم عن مجاملات تحكيمية، وانا متصدر بفارق 27 نقطة لو كسبت المباريات المؤجلة بالنسبة لي كنادي اهلي، عشان محدش يقول لي ان احنا بنتحجج بالحكام او ان احنا بنتحجج بالمؤامرات. عايز اقول لك ان نادي الزمالك الوحيد اللي ما كانش اتحسب عليه ضرب الجزاء اول امبارح، لسه اول ضرب الجزاء تتحسب. النادي الوحيد اللي ما اطردش ليه لاعب. هل تعلم ان محمود علاء لاعب الزمالك السابق والمعار الى الاتحاد السكندري، محمود علاء لعب مع الزمالك 175 ماتش، يضرب يخبط يشتم حكام يرزع في اللعيبة ويرزع، ما كانش بياخد طرد. محمود علاء مع الاتحاد السكندري لعب 22 مباراة تقريبا مع الاتحاد، اتطرد مرتين. ده اللي بيدل على ايه؟ ان الحكام بتخاف من الوان التيشيرتات. الحكام بتعمل حساب جماهير نادي الزمالك وإدارة نادي الزمالك. بذكر الحكام والتحكيم، عايز أقول إن المجاملات مش بس على قد مجاملة الحكام للأندية، لأ، في مجاملات فجة لأبناء العاملين والوسايط والحب، كله ماشي بالحب. هل تعلم إن جمال الغندور عشان لجنة الحكام تسكته، ابن جمال الغندور محكم كام ماتش لحد النهاردة؟ ابن جمال الغندور اللي بالمناسبة هيظهر في تقنية الفار النهاردة في ماتش الأهلي وإنبي، اللي هو من 4 أيام كان حكم فار في ماتش الزمالك وأسوان. الحكم ده يا جماعة حكم 21 ماتش من 28 أسبوع، نسبة عالية جدا، 75% من الماتشات محكمها. طبعا ده ليه؟ ليس لكفاءته، كفاءته متوسطة جدا، ولكن السبب دايما لما يعرف السبب يبطل العجب العجاب. السبب ان خالد الغندور ابن الحكم الدولي السابق جمال الغندور، فتحت شعار نتقي شره او نتقي انتقاده لينا ان احنا نشغل ابنه ونعين ابنه كل 4 ماتشات نعينه 3 ماتشات. هي ماشية النسبة بتاعته كده، زي بالظبط محمود عاشور. عمود عاشور الناجي اسم الله عليه، اللي راح اتعزم في احد المطاعم بتاعت الكباب وشوربة الملوخية بعد ما ضيع على النادي الاهلي الدوري السنة اللي فاتت. عصام عبد الفتاح نسيب محمود عاشور، عشان كده محمود عاشور ما توقفش لما لغى هدف للنادي الاهلي السنة اللي فاتت قدام فاركو. محمود عاشور ما تمسحش من التحكيم المصري بسبب أخطائه التحكيمية، لأن رئيس لجنة الحكام كان عصام عبد الفتاح. محمود عاشور هيروح نهائي الكونفدرالية الأفريقية على تقنية الفي آر عشان نسيبه في لجنة الحكام الأفريقية. كله ماشي بالحب، كله ماشي بالحب في التحكيم المصري. عايز أقول النادي الأهلي في حرب دائرة الآن، وملعوب قذر بيتم التخطيط ليه عشان حرمان الاهلي من المشاركة في دوري السوبر الافريقي، ولو على الاقل النسخ القادمة. يعني النسخة الاولى خلاص اصبح غصب عن الكل، الاهلي هيشارك في السوبر الافريقي الجديد اللي هو اول نسخة. لكن كل اللي بيحصل دلوقتي في الاتحاد المصري لكرة القدم، وضغط اعلامي من ميدو، وضغط مع الأندية المصرية عشان يعملوا لائحة ويفصلوا لائحة
ان اي نادي مصري ايا كانت الاسباب والعلل مالوش انه يشارك في اي بطولة الا بطولة خارجية واحدة، بالرغم ان الكاف سمح للاندية انها تشارك في البطولتين دوري الابطال ودوري السوبر الافريقي، لكن عشان نحرم الاهلي من المزايا المالية اللي هياخدها في السوبر الافريقي، عشان ما نزودش الفجوة المالية والنقدية ما بين الاهلي وما بين نادي الزمالك، احرم الاهلي انه يشارك في بطولتين في افريقيا، تبقى بطولة واحدة بس اللي تشارك فيها. عايز اقول لكم معلومة مهمة جدا، هل تعلم صديقي العزيز ان احنا لو عايزين نقول مين نادي الوطنية في مصر، قولا واحدا لازم تقول النادي الاهلي، وبعد كده قول اي حد. ليه النادي الاهلي؟ لان النادي الوحيد في مصر اللي بيدعم موازنة الدولة في العملة الصعبة هو النادي الاهلي. تاني، هقولها تاني واتحدى اي حد يطلع يغلطني، النادي الوحيد فيك يا مصر اللي بيدعم ميزانية الدولة في الموازنة العامة من العملات الصعبة هو النادي الاهلي. ليه؟ ليه؟ النادي الاهلي بيضمن سنويا من 3-5 مليون دولار على الاقل دخل سنوي من بطولات افريقيا. النادي الاهلي خلال السنوات الماضية بيضمن على الاقل ان كل سنة سنتين بيبيع لاعب افريقي او لاعب محترف يدخل للنادي الاهلي دخل بالعملة الصعبة. الفلوس دي بتروح فين؟ ما هي في الاخر لمصر. مصر مين؟ امي وامك. امال هي بيه؟ عرفتوا بقى لو عايزين نقول نادي الوطنية مين النادي الوطنية فعلا؟ مش النادي اللي بيطلع، يعني الاهلي اللي بيجيبوا الاهلي لمصر باليمين، في اندية تانية بتاخده بالشمال، في اندية تانية كل شهر والتاني عليها قضية في الفيفا. فاللي الاهلي بيدخله باليمين كعملة صعبة، الزبون التاني بياخده بالشمال كعملة صعبة برضو ويطلعه برا البلد علشان تترد في الغرامات والعقوبات المالية. عايز اقول الوزير السابق خالد عبد العزيز، المهندس خالد عبد العزيز، وهو يتحدث عن شهادة حق في زمن نادورة، نادورة جاية من الندرة، نادرة انك تشوف رجال تقدر تطلع تقول كلمة الحق. الوزير السابق المهندس خالد عبد العزيز وهو على سدة الحكم وهو وزير للشباب والرياضة، قال قدام مصر كلها مع خير رمضان، قال معلومتين مهمين جدا ولازم الكل يرددهم والكل يسمعهم. اسمع، الاهلي بياخد الدوري بقاله 10 سنين باللعيبه اللي موجوده، يقول لك الاهلي بمن حضر، ده كلام النادي الاهلي، الاهلي بمن حضر، واحنا فعلا كنا بنقول كده وبنقول النادي الاهلي فعلا عنده روح لفرقته ولعيبته تكسب في اي ماتش وتكسب في اي وقت حتى لو كان الزمالك احسن. يبقى اول حاجه واول شهاده جملة الاهلي بمن حضر دي اهلوية خالصة، وما يفرقش مع النادي الاهلي تقل المنافس، مهما لو كان المنافس احسن مني اي لعيبة هتلعب الماتش فالاهلي بمن حضر وقادر على الفوز. تعال نسمع قال ايه تاني. احنا دايما بنقوله لان النادي الاهلي ما بيفرقش مع لعيب، هي ده صناعة كاملة، تجميد نشاط النادي الاهلي يزعلنا كلنا. وفي الوزير المحترم، هو ده الوزير، الكورة في مصر ممكن تتم غير النادي الاهلي؟ لا طبعا. ازاي يعني؟ ازاي كرة؟ لعلم حضرتك انا وتقدر تشوف التقارير الامنيه، يوم ما الاهلي بيكسب الدنيا سعيده والناس مبسوطه ماشيه في الشارع مبسوطه، يوم ما الاهلي بيأدي اداء كويس انزل في اي حته مش هتلاقي مشاكل. عرفتوا بقى ايه الحاجه الثانيه؟ الحاجه الثانيه هي الجماهيريه، لكن للاسف الشديد بعض المدلسين والافاقين المغرضين اللي زي بلية الدلدول خد كلام الوزير على ان الدولة لازم تفرح الاهلي ولازم الشعب ينام مبسوط. لا، الراجل بيقول لك التقارير الامنية بتقول ان الاهلي لما بيكسب الشعب بيبقى مبسوط. ده معناه ايه؟ لو خدناها في سياق معادلة رياضية، الاهلي في طرف بيكسب تديك ناتج الشعب مبسوط، طب ما تشيل كلمة يكسب وشيل كلمة مبسوط، هيتبقى لك الاهلي هو الشعب بس،
هو دي الجماهيرية يا شوية أفقين يا شوية مدلسين. أي معادلة إيه؟ علمونا في مدرستنا إزاي نحبها. مش خدنا كده في الرياضيات؟ مش خدنا كده في الرياضيات يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ مع حذف طرف من الطرفين، هنا تحذف دي وتحذف دي، هيتبقى لك حاجتين. الأهلي هو الشعب. الأهلي بيكسب، الشعب مبسوط. شيل يكسب وشيل مبسوط، يبقى الاهلي ايه؟ هو الشعب. عشان كده الاهلي هو الجماهيريه الطاغيه اللي بيجي له الرعايه كل سنه اضعاف 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 اي منافس، لان المنافس ما يجيش حاجه في النسبه المئويه لجماهير النادي الاهلي. خالد الغندور اقسم اقسم قسم ان مروان عطيه زملكاوي. انا جايب لكم مروان عطيه وهو زملكاوي يا جماعه. تضحك، اوعى تضحك لو سمحت، لو سمحت ما تضحكش، احنا هنا مش بنضحك ولا خالد الغندور بيضحك. لذيذ قوي الاخ خالد الغندور. دي صورة مروان عطية يا جماعة وهو بتشيرت نادي الزمالك، صورة جميلة جدا، صورة مبهرة. ده مروان عطية، شايفين الخطين الحمر؟ ده مروان عطية يا جماعة، لابس حتى 22. الواد من حبه في حازم امام لابس 22 ولابس تيشيرت ابيض بخطين حمر. الشعار اللي هناك ده الواد اللي هو ماسك السهم والقوس بيصطاد حمامه، بيصطاد زغلول، اصل هو بيحب الزغاليل من صغره. هو ده مروان عطيه اللي خالد الغندور يقسم يقسم بالله انه قال له انه زملكاوي. عايز اقول وارد على خالد الغندور في نقطتين. خالد الغندور كتب بوستين النهارده بيدلوا على كرامه الزمالك، نادي العزة والكرامة. خالد الغندور قال لك سيبقى الزمالك كبير رغم أنف الحاقدين والكارهين والمدلسين والأفعقين والمتلونين والمتزملكين، سيبقى جمهوره العظيم السند والظهر. بصوا أنا متفق جدا في أول كلمتين ثلاث كلمات وآخر سطر. أول كلمتين سيبقى الزمالك كبير رغم أنف، رغم أنف مين؟ رغم أنف الهزازين المعرعرين مطقطئ الرأس. هم دول اللي مودين الزمالك في داهية، هم دول اللي مودين الزمالك في داهية يا خالد غندور. لا المتزملكين ولا المدلسين ولا الكارهين، شوية الهزازين اللي بيطلعوا يهزوا كل يوم، هم دول اللي مودين الزمالك في داهية، هم دول اللي مخليين الزمالك في القاع. آخر جملة أنا متفق معاه، سيبقى جمهوره العظيم السند والظهر، لأن جمهور الزمالك هو العنصر الوحيد في عناصر اللعبة اللي بيدفع من دم قلبه. لكن مجموعة المنتفعين الهزازين المعرعرين هم دول اللي مضيعين نادي الزمالك وبينهبوا خير نادي الزمالك. خالد الغندور كشف كرامة الزملكاوية النهاردة، قال لك معلوماتي حصل اتصال بين كابتن أسامة نبيه والإدارة الزملكاوية، وفي كلام عن رغبة يوسف في البقاء داخل نادي الزمالك. اضحك تاني يا فتى وانا ماليش نفس اضحك، يا على الكرامه. لا ده تصدقوا الكرامه يا جماعه كنز لا يفنى بجد، صحيح. ايه الكرامه دي؟ والله العظيم ثلاثه جماهير النادي الاهلي دول في نعمه، اقسم بالله انتوا في نعمه. فاكرين رمضان صبحي؟ هو سؤال بس بايزاوي، يعني هو مين يوسف أسامة نبيه عشان أقارنه برمضان صبحي؟ ده سؤال لا يجوز المقارنة. تخيل رمضان صبحي اللي كان مكسر مصر كلها، الأهلي بيقول له معاك ساعة وترد عليا، وكان برضو سبحان الله الطرف هنا بيراميدز وهنا بيراميدز، معاك ساعة وترد عليا. ده رمضان بيقول لأمير أنا عندي عرض، ما قالش أنا وقعت، قال عندي عرض من بيراميدز، فأمير قال له معاك ساعة وترد عليا. أسامة نبيه طلع قال ابني وقع ومش عايزه يلعب في الزمالك، وكابتن الزمالك التاريخي النهارده أبو الكرامة كلها طالع يقول لك
يوسف عايز يرجع الزمالك. مبروك على الزمالك الكرامة، ومبروك علينا الأهلي. عايز أقول الكاف بيعمل فضيحة، فضيحة ما عندهاش وصف تاني غير إنها فضيحة. كاف النهاردة بيعلن إن حكام ماتش الأهلي والوداد كلهم من شمال أفريقيا، وماتش الإياب بنسبة تتجاوز 90-95% من جنوب أفريقيا أو من القارة الأفريقية، يعني اللي هم ممكن تشتريهم بالمال، اللي هم ممكن تعشمهم بمنصب أعلى. كاف النهاردة بيجيب لي حكم متوسط اسمه معتز إبراهيم الشلماني، اللي حكم ماتش الرجاء هناك، اللي حسب علينا ضرب الجزاء من الهوى ورفض يحسب ضرب الجزاء لكهربا، وكان محزم الماتش ومخلي الأهلي ما يعديش نص الملعب. حكم الفيديو هيثم قيرات، حكم تونسي، حكم قبل كده للهلال السوداني في مباراة القطن الكاميروني هناك، وساعد وكان عامل مساعد لفوز الهلال ضد القطن الكاميروني. الحكم الثاني المساعد مصطفى غربال، يعني جايب أنضف حكم في القارة مصطفى غربال وجايبه في ماتش الذهاب. طب مال بيه اللي هيجي بقى في ماتش الإياب؟ هتلاقي بقى حكم كيني على سنغالي على موريتاني، واخد بالك، هيجمع لك تشكيلة كده حلوة بحيث انه يحط عليك كل الضغوط التحكيمية في مباراة الهياب. فضيحة، فضيحة لا بعدها فضيحة للاتحاد الافريقي لكرة القدم، اللي جايب لي حكام متوسطين في مباراة الذهاب، وهيجيب لي حكام افارقة ضعيفين ما يتحملوش الضغط الجماهيري بتاع نادي الوداد المغربي. هنشوف المباراة هيحصل فيها ايه. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا، استنى كل اراء